ديالي 34 عام. المشكل ديالي انني كنعاني بمرض القلب من الصغر ديالي. طلب لينا الدكتور واحد المبلغ، قالت لي ماما راه ما عندناش ما حالناش، انا ما عندي ما ندير. عشر عام وانا معاه فاش ندير العملية، صيفطوني عندي 20 عام والدكتور ما دارش لي العمل. نطلب انا بغا عملية، انا بغا والو، بغا صحتي، باقا صغيرة وباقا قدامي الحياة وانا يعتبرك بحال هكا دايرة الاكسجين. انا شي محسن يكون في المغرب ولا خارج المغرب يساعدني في هذا العمل، الشيء اللي كنتمنى. وانا يوم كناش بالليل كنبقى ندلل بالحرايق، وحنا ساكنين في كاري رحام البرد كنعاني، وفي الصيف كنعاني. كاينش المطالب ديال حيت وزير الصحة كيشوف كلشي، اش حنا الله غنقولو ليه دير؟ كيشوف السبيطارات والمعاناة ديال الناس. ديالي خديجة الموساوي، السن ديالي 34 عام. المشكل ديالي انني كنعاني بمرض القلب من الصغر ديالي. درت العملية وانا عندي 9 سنين، قريت لحتكي 20 عام عندك الثاني. بقيت متبعة في السبيطار الصوفي تلحقت 20 عام، عمرو لي البراي صيفطوني الميريز باش ندير. طلب لينا الدكتور واحد المبلغ، قالت لي ماما راه ما عندناش بحالناش، انا ما عندي ما ندير لك. باش لحق داك السن وما دارهاش ليا بديت كنعاني، من 25 بديت كنعاني، مبقيتش كنجري، مبقيتش كنمشي، صافي. المعاناة ديال الصح بدات في 2019، مشيت عندو عادي بدا القلب كيضرب ليا العين، ضرب ليا اللسان ويديا. مشيت عندو درت التلفاز عندو، نعست في ميريز، قلت لي واش عندي هاد العملية؟ قالك لا فات عليها الوقت، حيد ليا الدم، هاي ليا 4.5 تاع الدم، قالي باش تنفسي. صافي 2019 بقيتش كيدا، مقدتش نمشي، ما نطلعش الدروج، ما كنتش شاد الطريق. مؤخرا هاد العام صافي عانيت بزاف، بقيت ندير والو. 34 عام و 14 عام وانا معاه فاش ندير العملية، صيفطوني وانا عندي 20 عام والدكتور ما دارش لي العمل. فاش مشيت عنده مؤخرا شاف حالتي، حيد لي الدم، حيد لي الدم وصيفطني. و دابا دار لي العمل، حيد لي الدم، دار لي السكانير ديال العروق، عمر لي الاوراق، قال لي سيري ديري العمليه. ودابا انا فين غنمشي بالمشكل؟ جريت تعيس اخويا، صيفطت للجمعيات، قلبت، سولت، طلبت، والو خويا ما لقيتش، بقيت تحت. نطلب انا بغا عمليه، انا بغا والو، بغا صحتي، باقا صغيره وباقا قدامي الحياه وانا يعتبرك بحال هكا دايره الاكسجين. انا بغيت العمليه صافي، بغا والو. ما كرهتش انا شي محسن يكون في المغرب ولا خارج المغرب يساعدني في هاد العمليه، هادشي اللي كنتمنى. وانه يوم كناش بالليل كنبقى نتقلب بالحرايق، وحنا ساكنين في كاريار رحامنا البرد كنعاني، وفي الصيف كنعاني. ودابا كنخاف يتقطع الضوء والاكسجين يمشي لي، ما نبقاش نتنفس. دابا هو اللي كنتنفس بيه، لا حياة منتوناتي. حنا في هاد الكاريان ما كاينش عايشين العذاب، كاينين وكيقول لك هاد التحوال ها هادي وما كاينه حتى حاجه خويا.
لا ما الماكيت تقطع في الصيف، ما في الصيف خاصك تنوض بكري تسقي باش تشرب داك النار، الضو في البرد مرة مرة يتقطع. وحياتي مرتبطة دابا بهاد الجهاز، إلا مشى الضو، إلا مشى الضو غنتخلق، وما كنقدرش نخرج، ما كنقدرش نمشي، ما كاينش وسائل التواصل اللي غادا نواصلو للسبيطار دغيا نديرو، ما نقدرش باش هكا بزاف، ما كاينش وسائل التواصل باش كي واحد يديني، كنمشي بالكروسة، كيديني راجع بالكروسة، نهبط نشوف الطوبيسات محنين، ما كنوصلو للسبيطار حتى ل11، الامبيلونس ما كتدخلش هنايا، خيطرة الليطرة خاطر لا تعيطوا ليهم كيجيوش، ما كاينش مطالب ديالي، حيت وزير الصحة كيشوف كلشي، ماشي حنا الله غنقولوا لي يدير، كيشوف السبيطارات والمعاناة ديال الناس، وكاع المعاناة ماديا ومعنويا ونفسيا، درك مبقيتش نقد نمشي حتى نقضي حاجة ونمشي، يجيبوا لي كلشي هنايا.